ده بقى نعمل سفرة سريعه وسهله وهنعمل حلو كمان وهنعمل حاجات. اول ما بنتعزم بره على في المطاعم او اي حته بره، اول حاجه عينكم بتيجوا عليها طاجن الفريك، عايزين طاجن فريك باللحمه. فاحنا النهارده قلنا هنعمل طاجن فريك، طب احنا عندنا فريك والفريك زاد معانا، هنعمل كمان شوربه فريك وهنعمل كمان جنبيهم حاجات كده. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم في الاول، نشوف هنعمل ايه. هنعمل صينيه بطاطس، صينيه بطاطس ساده او البطاطس اللي هي بتبقى قرعه، اسمها قرعه عشان ما فيهاش حاجه خالص. طريقتها سهله ومقاديرها سريعه معانا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونروح على المقادير هنا كده، نشوف مقادير صينيه البطاطس. طبعا انا عندي هنا بايركس بقى او صينيه زي ما نحب، واخد البطاطس عشان ما بس حطيناها في ميه عشان خاطر ما تسودش معانا. ممكن طبعا تقطعها مربعات مدوره زي ما انا مقطعاها كده اهي زي ما تحبوا. طبعا الاكل ده يا جماعه ملوش مقادير ثابته، لان براحتكم زودوا بقى اللي انتوا عايزينه. في ناس ما بتحبش بصل في البطاطس، في ناس ما بتحبش الفلفل المقطع، في ناس بتحب بطاطس كتير صلصه قليله والعكس. فدي احنا ما بنكتبلكوش مقادير معينه، بس معروفه صينيه البطاطس في ناس بتحب في بصل كتير قوي فيها. فطبعا الاكل اذواق، فعشان خاطر كده انا الاكل ما بجبركوش بمقادير معينه، اللي لها مقادير زي ما قلت لكم هي الحلويات، عشان خاطر بتبقى نسبه وتناسب ولازم نمشي معاها على المظبوط. ادي عندي البطاطس اهو، هديها رشه ملح ورشه فلفل وبصل شرايح اهو، وطماطم شرايح كمان اهو، وفلفل اخضر، وهنديها كمان معلقتين صلصه. بس معلقتين الصلصه دول هدوبهم في طبق مع شويه ميه او شوربه المتاح عندنا او اللي نحبه. ميه ايه على طول، طبعا نكتر الميه شويه عشان خاطر دي اللي هتخليها تستوي معانا في الفرن. بسم الله. واول تليفون معانا النهارده يا ناديه. ايوه حبيبتي ازيك؟ صباح الفل يا ناديه. ازيك؟ اخيرا اخيرا اخيرا، مش هتصدقي ان انا غيرت الريسيفر عشان خاطري. ما انت كلمتيني من يومين قلت لي ان ابنك مش عارف يجيب القناه، صح كده؟ لا ده القناه اصلا ما كانتش موجوده في الريسيفر خالص، اضطريت اجيب ريسيفر جديد. خساره فيا يعني يا ناديه؟ ايه؟ خساره فيا الريسيفر الجديد؟ لا 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 ابدا لا. حبيبتي يا صدفه والله. ربنا يخليك يا ناديه. انت عارفه انا بحبك قد ايه وزعلانه قوي 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 ان انا ما بكلمكيش طول المده دي. اه كلمتينا النهارده اهو يا ناديه. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الف مبروك يا حبيبتي. الله يخليك يا ناديه. معلش هي متاخره شويه بس انا والله لسه مظبطه القناه. مش مشكله، انت نورتينا يا ناديه، كل سنه وانت طيبه. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك، ربنا يخليك كده وتفضلي منوره كده على طول. ربنا والله انا بصحى بدري علشان خاطرك انت. انا بصحي كل الستات بدري. لازم تصحوا بدري يا جماعه. ربنا يخليكي ويقويكي يا رب، يا رب يقويكي ويعوضك خير يا رب. ربنا يخليكي يا ناديه، تسلمي. تسلمي منوره يا حبيبتي يا ناديه. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا ناديه، تسلمي. شكرا لك يا ناديه اسعدتي. هي دي صينيه البطاطس، هي اول ما بتخش الفرن كلها بتغلي في قلب بعضها، السمنه بتسيح والملح بيخش فيها كلها، ودي اول وصفه معانا صينيه البطاطس ونحطها في الفرن.